خلال استقباله سلطان طائفة البهرة بالهند، الرئيس السيسي يشيد بدور طائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة. خلال جولة بعدد من مصانع العاشر من رمضان، مدبول يؤكد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والسعي لتعميق التصنيع المحلي وجذب المصانع العالمية. مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة وترفض تنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات على خلفية سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين وأنجاله. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أشاد بالدور الذي يقوم به السلطان وطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل التركيز على الاهتمام بقطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال تفقده لعدد من مصانع العاشر من رمضان. النهاردة الحقيقة الثلاث مصانع اللي احنا كنا تفقدناهم، يمكن بدأنا بمصنع كبير جدا حضراتكم يعني شفتوه معانا، وهو متخصص في انتاج الأجهزة الصحية، والحقيقة هو مصنع بكل المقاييس على أعلى مستوى عالمي ممكن تكون في هذه الصناعة. والمصنع بالحقيقة بيصنع لكل البراندات العالمية، يعني المصنع زي ما حضراتكم شفتوا بينتج لكل الأسماء العالمية اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها إنها دي أعلى منتجات في العالم، وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله التصدير لأوروبا وحيبدأ التصدير لأمريكا. وشفنا مدى يعني جودة العمل وأعلى مستوى، والأهم التصميمات العالمية اللي بقت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة. وده الحقيقة كانت حاجة مشرفة وحاجة تفرح، قلعة صناعية كبيرة جدا فيها أكتر من 2000 عامل وفيها يعني أكتر من 100 مهندس مصري، التصميمات بتتعمل في مصر. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات، مضيفا أن الدولة تستهدف اكتذاب المصانع العالمية لمصر. المنتج الأهم اللي احنا كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وحيبقى الزيارات المستقبلية الفترة الجاية هنشتغل عليه هو مصانع السيارات، واحنا يمكن من خلال المجلس الأعلى للسيارات شغالين على هذا الموضوع بقوة، دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات، والنهاردة الاتفاقات اللي اتعملت مع الشركات العالمية
انها تبدأ تصنع منتجات جوه مصر بنفس النموذج اللي شفناه كنماذج ناجحة في بعض الدول الأفريقية هيبدأ في مصر، وان المفروض ان متوقع ان شاء الله اول خطوط انتاج تبدأ تنتج السيارات في عام 25، وده هيبقى شيء خطوة كبيرة جدا، وده شيء مهم جدا لان مصر برضو كانت فاتورتها السابقة في استيراد السيارات اكتر من 4 مليار دولار سنويا، وكل ده عشان كده احنا بنركز، الدولة بتركز والحكومة بتركز، بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري، ازاي اشجع الشركات العالمية انها تيجي تفتح هنا، ازاي احفزهم ان هم ينتجوا هنا عشان اقلل الفاتورة بتاعتي، وكمان علشان اخلق فرص عمل وادي فرصة للتصدير. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انه تفقد مصنع بوش العالمي لتصنيع الاجهزة المنزلية وسيبدأ في الانتاج خلال الشهر القادم. واوضح مدبولي ان الدولة تعمل على التوسع في اطار جذب الاستثمارات في مجال انتاج الهواتف المحمولة. مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا، شركة عالمية أوروبية معروفة كبراند عالمي، وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة أنها تتواجد في مصر، كان في أثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على إن هم لازم يبقى لهم هب هنا في مصر، ادينا لهم الرخصة الذهبية، خصصنا لهم الأرض، إن شاء الله المصنع طبقا لمدير الشركة هيبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر القادم، هيبدأوا صحيح بالبوتاجازات ولكن التوسع هيبقى للتلاجات والغسالات بعد كده، وعندهم الخطط ان هم يغطوا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وده جزء مهم جدا ان احنا بنوري ازاي ان احنا بنستهدف الشركات العالمية انها تيجي وتبقى موجودة معانا. اخر مصنع اللي احنا موجودين فيه وهو مصنع فيفو، وده طبعا مصنع لاحد اهم الماركات العالمية في انتاج الموبايلات. مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين ثلاثة فاتوا موبايلات بأكتر من مليار ونص دولار سنويا، وكلها بتبقى استيراد. النهاردة احنا بنستهدف ان يبقى عندنا من اكبر 5 شركات عالمية بتنتج موبايلات هيبقى عندنا 4 منهم بينتجوا في مصر، ده واحد منهم. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد اختتم جولته بمدينة العاشر من رمضان بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء مصانع بوش الألمانية للبوتاجازات في مصر، وكذلك مصنعي شركة فيفو للهواتف الذكية بالعاشر من رمضان وسان بيور لتصنيع الأدوات الصحية. تأتي جولة مدبولي التفقدية في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بتلك المصانع، حيث أكد أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعات المصرية. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغت جميع الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة. وشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما أوضح المصدر رفيع المستوى أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت المسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني. كما أكد المصدر أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد غير المقبول، وحملتها مسؤولية التدهور في قطاع غزة. بأدواتها الدبلوماسية وحكمة قيادتها السياسية أثبتت مصر أنها رمانة ميزان المنطقة، فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تبذل مصر جهوداً حثيثة للتوصل إلى تهدئة للأوضاع وإنجاز صفقة تبادل المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية حتى الوصول إلى مرحلة المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.
التحرك والمفاوضات الأخيرة التي تقودها مصر تأتي في وقت بالغ الأهمية، وهي بمثابة طوق النجاة لمنع توسع الصراع في المنطقة وتلاشي أي تداعيات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولم تكتفي مصر بالاتصالات المكثفة التي تقوم بها القيادة السياسية مع كافة الأطراف، بل اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وأصبحت هذه الرؤية بما اشتملت عليهم المقترحات عملية بمثابة المحور الرئيسي لكافة المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب ثم مؤخراً في القاهرة. المقترحات المصرية الأخيرة أضفت أجواء إيجابية على المفاوضات وحظيت بترحيب الأطراف المعنية، ومن هنا برزت آمال هدنة ينتظرها سكان قطاع غزة حتى تتوقف تداعيات الكارثة الإنسانية. ولا زالت مصر تسعى جاهدة لتجنيب أهالي غزة ويلات شن إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح الفلسطينية، مع تكثيف اتصالاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس من أجل منع تدهور الأوضاع في المنطقة واحتواء الموقف الذي يمكن أن يصل إلى نقطة لا عودة. وعلى جميع المستويات وخلال جميع الاتصالات ومسار مراحل التفاوض المختلفة، أكدت القيادة السياسية على عدد من الثوابت، ومن بينها رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، ثوابت لا تتغير ولا تتأثر، حيث ظل الموقف المصري منذ اللحظة الأولى من بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي يواصل المساعي الدؤوبة لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. نفذت مصر والأردن والإمارات عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. يأتي ذلك استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع جميع الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة. استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع. يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة، والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تواصل مصر دعم الأشقاء في غزة بالمساعدات الإنسانية. هذا وقد وصلت اليوم أول طائرة من إجمالي 4 طائرات مساعدات متوقع وصولها تباعاً، وهي محملة ب5000 خيمة سعت كل خيمة 16 فرداً. هذا وقدمت مصر 80% من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.
تقف مصر ثابتة دفاعا عن القضية الفلسطينية والحفاظ على أمنها القومي. وتعتبر مصر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي، بل وأهمها على الإطلاق لحفظ أمن واستقرار المنطقة برمتها والعالم بأسره. ما بين وعد الدفاع عن القضية الفلسطينية وعهد الحفاظ على أمنها القومي، تقف مصر بمواقفها الثابتة التي لا تتغير، دولة ومؤسسات رسميا وشعبيا على قلب رجل واحد، تأييدا للقيادة السياسية في القول والفعل أيا ما كان، ومناصرة له في تصديه لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وحفظه لسلامة وأمن التراب الوطني. جهود حثيثة بذلتها وتبذل مصر على مدار الساعة دون كلل أو ملل، عنوانها حفظ دماء الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة العدوان الغاشم على تاريخه وحاضره ومستقبله. وانتصارا لنضالهم وحقهم، قادت مصر جهودا دبلوماسية حثيثة وباقتدار في مواجهة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي وتوضيح المفهوم الصحيح للقضية الفلسطينية أمام المزاعم الإسرائيلية. جهود تكللت بحشد المجتمع الدولي نحو التضامن مع الفلسطينيين ودفاع عن حق المدنيين الأبرياء، إلى جانب حشد المساعدات الإغاثية من مختلف دول العالم إلى قطاع غزة بشكل مستدام. وبينما تمضي مصر في إضافة محطات مضيئة لتاريخ دورها المحوري لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان، تتشبث مصر بالقواعد الدولية والاتفاقات التعهدية، وتؤكد احترامها للقانون الدولي في كل خطوة تخطوها أو تصريح تدلي به. فمصر تعتبر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي، بل وأهمها على الإطلاق لحفظ أمن واستقرار المنطقة برمتها والعالم بأسره. وفي هذا الإطار تؤكد مصر دوما وأبدا على أن سياستها الخارجية ثابتة وراسخة، تنتهج فيها التوازن والاحترام المتبادل، وتحترم خلالها الالتزامات المتقابلة، سياسة عنوانها المصالح المشتركة وقوامها الإصرار على الاستقرار وحفظ السلام كخيار الدولة الاستراتيجي الأول الذي لا تنازل عنه. ومع إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في سياساته التصعيدية غير محسوبة العواقب، تشدد مصر على أنها منفتحة على جميع الخيارات لتظل على عهدها مع الشعب الفلسطيني، حارسة لحقوقه ومقدراته حتى يسترد أرضه كاملة، وعلى وعدها للمصريين بالأمن والأمان، ووعيدها لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري بالقول أو بالفعل، ولا عزاء لمن ينسى أو يتناسى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ صلاح، مصر تواصل الجهود الحثيثة لدفع القضية الفلسطينية بثوابت للخارجية المصرية ومواقف داعمة للشعب الفلسطيني. كيف تسمن الدور المصري الذي ما زال على الأرض يبذل جهدا للوصول إلى مسار للتفاوض؟ أهلا بك يا فندم وأستاذ المشاهدين. الحقيقة الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود هو دور تاريخي، وهو دور المحوري والأهم على مستوى تاريخ القضية الفلسطينية، وده انطلاقا من أن القضية الفلسطينية بتمثل أحد المحددات الرئيسية للأمن القومي المصري. لما نيجي نشوف من 7 أكتوبر وحتى اللحظة الراهنة، هنجد أن الدولة المصرية عملت جهود دبلوماسية كبيرة جدا بهدف محاولة احتواء الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة. ده كان بدايته من التصريحات والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية لضرورة احتواء الأوضاع والتزام الأطراف بضبط النفس، مرورا بقمة القاهرة للسلام واحتلال القضية الفلسطينية رأس أولويات لقاءات السيد الرئيس والمباحثات الهاتفية واللقاءات في مختلف المحافل الدولية، وصولا إلى الدور الدبلوماسي لمصر على المحافل الدولية المختلفة، وكان آخرها بالأمس في الأمم المتحدة. نعم. ونجاح مصر في وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي خلال الشهور الماضية. فيما يخص الجهود اللي قامت بها مصر على مستوى المفاوضات، هنجد أن مصر نجحت بالتعاون مع قطر وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية في إبرام 3 هدن سابقة لتبادل الأسرى، وهي دي كانت بالفعل أنجح طريقة لاستعادة الأسرى والمحتجزين لدى في قطاع غزة واستعادة الأسرى الفلسطينيين الموجودين في المعتقلات الإسرائيلية.
فيما يخص المفاوضات بتاعت الهدنه الجاريه التي تمت خلال الايام الماضيه، هنجد ان مصر بذلت فيها مجهود كبير للغايه، واقناع الوفود من فصائل المقاومه ومن الجانب الاسرائيلي لتجاوز النقاط الخلافيه التي لم يتم حلها. ومن المتوقع ان يستمر الجهد المصري بالتعاون مع الاطراف الاقليميه والمجتمع الدولي للضغط على الاطراف من اجل استئناف هذه المفاوضات. نعم، المسارات متوازيه وعده سواء فيما يخص انفاذ المساعدات الانسانيه للشعب الفلسطيني واهالي قطاع غزه بشكل خاص، وهذا ما تقوم به مصر بالطبع، او حتى فيما ياتي من دبلوماسيه او مواقف دوليه مختلفه. نحن على وشك قمه عربيه في دوره 33، ماذا تتوقع فيما يخص القضيه الفلسطينيه تحديدا؟ هنجد يعني من المتوقع ان يكون في موقف عربي داعم رافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وداعم الموقف المصري بشأن حماية الأمن القومي ورفض التهجير ورفض المخططات الإسرائيلية الواضحة لتهجير سكان قطاع غزة للخارج، وتأكيدا على الدور المصري ودعمه فيما يخص التوصل لتهدئة سياسية والتوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وفرض هدنة إنسانية، ومن ثم يتم بدء بحث مسائل إعادة الإعمار وغيرها من التفاصيل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر بإخلاء السكان من مناطق شرق رفح الفلسطينية والتوجه إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصل. وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من السكان والنازحين في جباليا بشمال غزة وأحد عشر حيا في القطاع، طلب منهم التوجه على الفور إلى مناطق غرب مدينة غزة. بين الشمال والجنوب يستمر سكان غزة في النزوح هربا من الموت، ففي العديد من المناطق بمدينة رفح الفلسطينية دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الأهالي إلى الإخلاء والتوجه إلى ما يسميه منطقة إنسانية موسعة في المواصي، في إشارة أخرى إلى أن جيش الاحتلال يمضي قدما في خططه نحو هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية. احنا كنا في غزة وقالوا لنا اخلوا خان يونس، ومن خان يونس قالوا لنا رفح، حاليا قالوا لنا اخلوا المواصل، سيبوا رفح. يعني حالة ارتباك سادت في أوساط النازحين في ظل الدعوة الإسرائيلية المفاجئة للإخلاء، حيث غادر نحو 300,000 فلسطيني من مناطق شرق رفح إلى مناطق في خان يونس والمواصي منذ بدء العملية في مدينة رفح الفلسطينية. الأمور صعبة جدا، أنت متخيل لما أنت بدك تنزح من دارك وأنت مش قادر تنزح، يعني أنت يعني المشكلة كبيرة، ورفح يعني المفروض اللي ينزح تبعين الجنينة، أنت بتحكي قاعد السلطان بينزح، المناطق تحت بتنزح، فالأمور صعبة جدا، احنا مش عارفين ايش نعمل. وبالتزامن مع طلبات الاحتلال بالتوجه لمنطقة المواصي، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية سبق أن حذرت من أن المنطقة الساحلية تعاني أصلا من الاكتظاظ وغير قادرة على استقبال أعداد إضافية من النازحين. اليهود واقفة لسه بتطخطخ وبتضرب، يعني بيقولوا في شهداء كمان هناك. في شباب بدها تمرق وصارت تخطف اليهود ومش عارفين يمرقوا ولا ما يمرقوش لحتى الآن. ليس الجنوب وحسب، بل بدأت عائلات في شمال القطاع في مغادرة منازلهم في بيت لاهيا وجباليا بعد أوامر بالإخلاء قبل هجوم إسرائيلي مرتقب والتوجه نحو المأوى غرب مدينة غزة. صبح الساعة 8 جاني اتصال من زوجتي موجودة في المواصف خان يونس، من أول بداية الحرب من شهر 10 اجاني اتصال قالت لي في تعاون الجنوب بروح على الشمال، فانا جيت على منطقه النابلسي انتظرهم وان شاء الله يا رب يجوا. مأساة النزوح اضحت امرا يجبر عليه الاهالي وسط الام الجوع واغلاق المعابر وزياده اعداد الشهداء والجرحى بين الحين والاخر. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تستعد لشن غارة عسكرية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية العسكرية المتوقعة في جباليا هي الثانية للقوات الإسرائيلية بالمنطقة بالتوازي مع أخرى في حي الزيتون، بالإضافة إلى العملية المزمع تنفيذها في رفح الفلسطينية.
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للطائرات ومدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف على حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف، مما أسفر عن عشرات الشهداء دون تمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب كثافة القصف. كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة بوسط مدينة غزة بعشرات القذائف، مما أدى إلى تضرر المنازل بشكل كبير. إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34,971 شهيدا و 78,641 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت السلطات أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و 69 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، مضيفا أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلنت مصادر طبية العثور على 80 جثمانا في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إضافة إلى عشرات الجثامين الأخرى داخل أقسام المجمع. وأوضحت المصادر الطبية أنه تم العثور حتى الآن على ما يزيد عن 520 جثمانا في 7 مقابر جماعية، وذلك بمستشفيات القطاع تم اكتشافها على مدار الأشهر الماضية، مع انسحاب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبي ومستشفى كمال عدوان وغيرها. ولفتت إلى أن الفحص الظاهري للجثامين المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن عدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية اللازمة. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. حماس تعلن وفاة أحد المحتجزين الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية، ومظاهرات وسط تل أبيب تطالب بإقالة حكومة نتنياهو. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. أكدت حركة حماس أن استمرار الاحتلال في إغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية ويفاقم حالة المجاعة. وفي بيان لها، طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية. أعلنت حركة حماس وفاة أحد المحتجزين الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن المحتجز لقي حتفه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة. في غضون ذلك، نقلت مصادر إعلامية عن عائلة المحتجزين الإسرائيليين قولهم إنهم وصلتهم شهادة جديدة من أحد المحتجزين تظهر الحالة المزرية لهم، متهمة حكومة نتنياهو بالتخلي عن المحتجزين وبتركهم يموتون من أجل مصالحه السياسية. The Israeli government has forsaken the hostages in captivity and has abandoned them to their death at the hands of Hamas terror.
هذا وتشهد شوارع وسط تل أبيب تظاهرات احتجاجية لإسرائيليين وعائلة المحتجزين ضد حكومة بنيامين نتنياهو. وتطالب التظاهرات بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وسرعة إنجاز اتفاق لتبادل المحتجزين. هذا وأوردت مصادر صحفية إسرائيلية أن قوات الاحتلال عمدت إلى إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب قبيل بدء التظاهرات. وفي الأثناء أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن مئات المستوطنين من سكان مستوطنات الشمال يتظاهرون بالجليل ويرفعون شعارات تتهم الحكومة بالتخلي عنهم. هذا ووافق مجلس جامعة برشلونة على اقتراح لدعم فلسطين من خلال قطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع أي جامعة إسرائيلية أو معهد أبحاث أو شركة أو مؤسسات إسرائيلية. يأتي ذلك وسط انتشار مخيمات الاحتجاج في عدة جامعات أمريكية وفي بريطانيا وبالعديد من الدول الأوروبية تأييدا لفلسطين ولمناهضة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تقتصر الخسائر الإسرائيلية على الجوانب السياسية والعسكرية فحسب، بل على صعيد صورتها في المجتمع الدولي أيضا. دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمخاطر المتزايدة بشأن إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين لم تكن سوى البداية، وذلك بعد انتفاض عدد من الجامعات حول العالم رفضا للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار. وفي إسبانيا وافق مجلس جامعة برشلونة على اقتراح لدعم فلسطين من خلال قطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع أي جامعة إسرائيلية أو معهد أبحاث أو شركة أو مؤسسات إسرائيلية أخرى كآلية للضغط على إسرائيل لسنيها عن ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمطالبة بحل القضية الفلسطينية. وفي أيرلندا أعلنت كلية ترينيتي في العاصمة دبلن الموافقة على سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، وذلك نتيجة لمطالبة عدد من الطلاب المحتجين بذلك تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. على صعيد آخر أعلنت رئيسة جامعة بروكسل أني ميشاوس اعتزام الجامعة تقديم شكوى للشرطة ضد الطلاب المشاركين في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي هولندا أفادت وسائل إعلام محلية بتنظيم متظاهرين مؤيدين لفلسطين اعتصاما في أحد مواقع جامعة أمستردام بعد يوم من اشتباكات بين متظاهرين من الطلاب والشرطة في العاصمة الهولندية. وأوضحت جامعة أمستردام أنها ترغب في التوصل إلى حل مع الطلبة المتظاهرين، ويأتي ذلك فيما أعلنت جامعة أوتريخت إنهاء الشرطة المحلية مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مكتبة الجامعة. يأتي ذلك فيما تنتشر مخيمات الاحتجاج في عدة جامعات بريطانية منها أكسفورد وكامبريدج تضامنا مع غزة. وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرك، شكرا جزيلا هبة، شكرا ليلى. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. انطلقت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعات العربية على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري غدا الأحد، ذلك تمهيدا لعقد القمة العربية 33 والمقرر لها الخميس المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة. تناقش الاجتماعات تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين. We'll be right back.
والأسواق البترول العالمية حيث انخفضت أسعار النفط بفعل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والتي تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلكي الخام في العالم. انخفضت العقود الآجل الخام برنت بنسبة بلغت 1.3% لتبلغ 82.79 دولار للبرميل، فيما انخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.3% لتسجل 78.26 دولار للبرميل، فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.8% مسجلة دولارين 2.43 للريتل. هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.13% مسجلة دولارين 2.25، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أعلن عن عدم رغبة بلاده في الموافقة على إجراء أي تجديد لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك المقبل. وأكد عبد الغني خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة الخامسة التكميلية والجولة السادسة للمناقصات الهيدروكربونية، أكد على أن العراق نفذ ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط. ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أبريل الماضي، كما واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي. أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.3% وذلك في أبريل على أساس سنوي و0.1% مقارنة بأسعار مارس الماضي. يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت من معنويات المستهلكين. وإلى أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية، أعلنت أن نحو 1600 سفينة محملة ب 45 مليون طن من البضائع أبحرت عبر الممر البحري الأوكراني منذ إطلاقه خلال الفترة الماضية. وذكرت الوزارة أن هذه السفن كانت تحمل منتجات زراعية أوكرانية مخصصة لأسواق المواد الغذائية العالمية، لافتة إلى أن حوالي 108 سفن أخرى تقترب الآن من موانئ منطقة أوديسا لتحميلها بأكثر من 3 ملايين طن من المنتجات لأغراض التصدير. نهاية وقفتنا الاقتصادية، عودة مجددا إلى ليلى وهبة، فإليكم. شكرا لك رجائي. أصدرت وزارة الأوقاف تعميما بمنع تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد. وأوضحت وزارة الأوقاف أن التعميم يأتي بسبب ما تم رصده من تجاوز في هذا الشأن، ولكونه لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، منوهة إلى أن هذا القرار يأتي مراعاة لحرمة المسجد ولحرمة الميت ولمشاعر أهله. والآن مع أخبار الرياضة ننتقل مرة أخرى إلى رجاء رمزي والمزيد من التفاصيل لك رجاء. شكرا ليلى، شكرا هبة. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الجولة الرياضية. فاز فريق الأهلي على بلدية المحلة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يتقدم نادي بلدية المحلة عن طريق ماجد هاني في الدقيقة 57، فيما يتعادل للأهلي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 79، ثم يضيف الفرنسي أنتوني وادس هدف الفوز للنادي الأهلي في الدقيقة 98. بهذا
يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 33، يحتل بهم المركز الخامس، فيما يتوقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز 15. حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على المصري بهدف نظيف يسجله رمضان صبحي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جرت بينهما بأسد برج العرب في الجولة 22 بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم. بهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة ليحلق بعيدا في صدارة الدوري، بينما يتوقف المصري البورسعيدي عند 37 نقطة. يقتنص الاتحاد السكندري فوزا صعبا على حساب مضيفه المقاولون العرب بهدف دون الرد على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجولة 22 للدوري الممتاز. يرفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 15 نقطة في المركز 17. تتبقى له مباراة مؤجلة ضد الزمالك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض نهائي كأس الكونفدرالية. وإلى الفارس الأبيض نادي الزمالك الذي يحل ضيفا على نهضة بركان المغربي في 10 من مساء غدا الأحد على الملعب البلدي لبركان، ذلك في إطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية. يعد نهائي كأس الكونفدرالية في نسختها الحالية هو تكرار لنهائي البطولة القارية في العام 2019، عندما التقى الزمالك أيضا مع نهضة بركان المغربي، حيث توج الفارس الأبيض حينها باللقب وذلك لأول مرة في تاريخه. إلى الملعب البلدي لبركان تتجه أنظار الجماهير المصرية بشكل عام وجماهير الزمالك بشكل خاص، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربية على ملعبه وسط جماهيره. الفريقان سبق وأن التقيا مرتين، كانت في نهائي الكونفدرالية في عام 2019 عندما توج الزمالك حينها باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الفريق المغربي بضربات الترجيح. أبناء ميت عقبة يأملون في إضافة لقب أفريقي جديد إلى خزائنهم لينضم إلى 5 ألقاب ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب لقب وحيد لكأس الكونفدرالية و4 ألقاب لكأس السوبر الأفريقي ولقب لبطولة كأس الكوس الأفريقية ولقبين للكأس الأفرو أسيوية. ومما يزيد من حوافز الفارس الأبيض هي العودة لمنصات التتويج الأفريقية بعد غياب 4 سنوات منذ تتويج الفريق بلقب السوبر الأفريقي في عام 2020 على حساب الترجي التونسي. الزمالك حصد من قبل 3 ألقاب أمام الأندية المغربية، وكانت البداية مع لقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2002 بعد الفوز في النهائي على فريق الرجاء المغربي، ثم التتويج بلقب السوبر الأفريقي في عام 2003 على حساب الوداد، وأخيرا لقب الكونفدرالية في عام 2019 على حساب نهضة بركان. فاز فريق يوكوهاما الياباني على ضيفه فريق العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. من المقرر أن تقام مباراة العودة يوم السبت الموافق 25 من مايو الجاري، ذلك على ملعب الساد هزاع بن زايد بالإمارات. وإلى البريمير ليج، حيث واصل فريق مانشستر سيتي تقدمه نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه العريض على مضيفي فولام برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 37 وقبل الأخيرة من عمر المسابقة. بهذه النتيجة عاد مرة أخرى فريق مانشستر سيتي لصدارة المسابقة الإنجليزية مؤقتا بعد أن ارتفع رصيده إلى 85 نقطة، يليه بفارق نقطتين فريق أرسنال، فيما تجمد رصيد فولام عند 37 نقطة في المركز 13. نهاية أخبارنا الرياضية، عودة مجددا إلى ليلى وهبة، فعليكم. أشكرك رجاء. أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء محادثات تستهدف صياغة ميثاق عالمي للمساعدة في مكافحة الأوبئة في المستقبل. وأوضحت المنظمة أن الدول لم تفلح في الوفاء بالموعد النهائي وستواصل المفاوضات في الأسابيع القادمة قبل انعقاد الجمعية العامة.
كما تهدف الوثيقة إلى جانب سلسلة من التعديلات للقواعد القائمة للتعامل مع الأوبئة، تهدف إلى دعم دفاعات العالم ضد مسببات الأمراض الجديدة بعد أن قتلت جائحة كوفيد-19 ملايين الأشخاص. أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها تصدت لسلسلة من الهجمات الأوكرانية على أراضيها باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وأضافت الوزارة أن قواتها أسقطت 21 صاروخا و16 طائرة مسيرة في مناطق بلغرود وكورسك وفولغوغراد الروسية. من جانبه قال حاكم منطقة بلغرود الروسية إن رجلا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن نفذت طائرة مسيرة أوكرانية هجوما على شاحنة متوقفة في إحدى القرى الحدودية. تعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم اعتبارا من العام الجاري. وفي غضون ذلك أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم الشمالي كيم يونغ أون أشرف على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي، مشيرة إلى أن الاختبارات أثبتت قوة القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ. اعتبارا من العام الجاري، كوريا الشمالية تعتزم تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم. ففي فبراير الماضي طورت بيونغ يانغ نظام التحكم بتلك الراجمات، ما سيؤدي إلى تغيير نوعي في قدراتها الدفاعية، كما أجرت الشهر الماضي اختبارا لإطلاق قذائف جديدة. تطور القدرات الدفاعية للقوات الكورية الشمالية يشير إلى قرب الحصول على تغيير مهم وفقاً للإعلام الرسمي في بيونغ يانغ. وفي غضون ذلك أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الشمالي كيم كونغ أون أشرف على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي محدث تقنياً. وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات أثبتت أيضاً قوة القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ، لافتة إلى أن نظام الإطلاق الجديد سيتم نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة. ويأتي ذلك في وقت يرجح خبراء بأن بيونغ يانغ التي تمتلك السلاح النووي قد تكون في طور تسريع عمليات الاختبار والإنتاج المدفعي والصاروخي قبل إرسال هذه الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا. وتعد راجمات الصواريخ الجديدة رسالة من كوريا الشمالية للجارة الجنوبية في تصعيد لهجة ينذر بارتفاع درجات التوتر بشبه الجزيرة الكورية. وتمر العلاقات بين الكوريتين بإحدى أسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينات من القرن الماضي. قالت السلطات في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل إن سقوط الأمطار تجدد في الولاية. وأشارت السلطات إلى وصول عدد الضحايا جراء الفيضانات غير المسبوقة إلى 136 فضلا عن نزوح نحو 340 ألف، بينما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين. مع استمرار التغيرات المناخية شديدة الخطورة، أعلنت السلطات في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل أن سقوط الأمطار تجدد في الولاية وتسبب في سقوط عشرات القتلى جراء الفيضانات غير المسبوقة. الدفاع المدني قال إن عواصف وفيضانات اجتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10,900,000 نسمة، وأدت أيضا إلى نزوح نحو 340,000، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. الأمطار الغزيرة تسببت في وصول المياه في عدة أنهار وبحيرات في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما أغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، مما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق. وتقع الولاية في نقطة التقاء جغرافية بين أجواء استوائية وقطبية، وهو ما يؤدي إلى نمط مناخي تتعاقب فيه فترات من الأمطار الغزيرة وأخرى من الجفاف. ويعتقد خبراء محليون أن هذا النمط يتزايد بسبب تغير المناخ.
وفي كانواس وهي إحدى المدن الأكثر تضرراً وتقع بالقرب من بورتو أليجري عاصمة الولاية، يقيم أكثر من 6000 شخص في صالة للألعاب الرياضية بإحدى الكليات تحولت إلى مركز إيواء. حكومة الولاية قالت إن أكثر من 385,000 شخص ليس لديهم خدمات مياه، في حين انقطعت خدمات الاتصالات عن نحو 20 مدينة. استضافت دار الأوبرا رائعة البالي الكلاسيكي الجمال النائم، وتقدم العرض لأول مرة فرقة بالي أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة على مدار 4 أيام على المسرح الكبير. في أمسية فنية استضافت دار الأوبرا المصرية رائعة البالي الكلاسيكي الشهير الجمال النائم، والذي تقدم لأول مرة فرقة بالي أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك على مدار 4 أيام على المسرح الكبير. البالي الجمال النائم يعتبر من الماستر بيسز أو الأعمال الكلاسيكية المعروفة على مستوى العالم وعلى مدار تاريخ الموسيقى كله وتاريخ فن الباليه. اللي قام بتأليف العمل ده موسيقيا المؤلف الروسي تشايكوفسكي، ودي تعتبر الثلاثية بتاعته بعد كسرة البندق وباليه كسرة البندق وباليه بحيرة البجع وباليه الجمال النائم. فرقة باليه أوبرا القاهرة قدمت باليهات كتيرة جدا من الكلاسيكيات، بس قدمت اول 2 من الثلاثيه بتاعه تشايكوفسكي اللي هي كسرت البندق، وده تقليد دايما الباليه بيقدمه كل سنه في شهر ديسمبر، وباليه بحيره البجع دي اول مره بقى يقدمه الجمال النائم. فده يعتبر يعني الانتاج الاول ليه في مصر. اولا احنا اول مره نعمله في مصر، هو طبعا عرض عالمي يتعمل في جميع مسارح العالم، ومدام ارمينيا هي كانت بتحاول من كذا سنه ان هي تعمل العرض دوت، وجات الظروف والاوبرا كان ليها دعم كبير جدا دكتوره لاميا زايد ان هي تدعم الباليه دوت، لان هو انتاج ضخم الحمد لله، والحمد لله عملناه وقدمناه، لان هو بيتعمل من 4 فصول بس مدام ارمينيا عملت له زي ما نقول كده ايه فكره جديده ان هي ممكن تتعمل في فصلين، ناخد الحاجات المهمه قوي التفاصيل المهمه في الباليه ممكن تتعمل في فصلين، وهي ده اللي احنا عملناه للجمهور. بالي الجمال النائم عرض لأول مرة في عام 1980، ويعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وأحد أهم مؤلفات الموسيقار العالمي تشايكوفسكي للبالي، كما قدم في عدة معالجات فنية مختلفة. وكان طبعا بالنسبة لنا الدور كدور هو دور شرير ومحتاج يعني تركيز، وكشغل شغل جديد بالنسبة لنا، فيعني كنا لازم يعني نركز فيه وكده، وزائد بقى الصعوبات اللي فيه لبس جديد فاحنا مش متعودين عليه، زائد الماسكات بقى والحاجات دي. عرض عالمي على مسرح دار الأوبرا المصرية يعكس قدرة واحترافية العارضين، والذي يمتزج بقوة التعبير الموسيقي. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. والآن نتوقف معكم مع أهم وآخر أنباء الطقس. وقفة ثالثة وأخيرة مع رجاء رمزي، إليك رجاء. شكرا لكما مشاهدينا. توقعات خبراء الطقس نتابعها إياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على الساحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 29، الصغرى فيها 17، مائل للحرارة الإسكندرية 24، 16 مطروح 23، 14 بورسعيد 24، 18 الإسماعيلية 30، 17 أما محافظة السويس العظمى فيها 29 صغرى 17، العريش 25، 16 طابة 29، 18 شرم الشيخ 34، 23 الغردقة 34،
22، محافظة الأقصر العظمى فيها 38، الصغرى فيها 22، أسوان 40، 24، الوادي الجديد 37، 18، شلاتين 34، 21، أما حلايب 33 هي العظمى، أما صغرى 21. والآن نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. الآن مشاهدينا نترككم واللقطات الأبرز لهذا اليوم. نشرة التاسعة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال استقبال سلطان طائفة البهرة بالهند، الرئيس السيسي يشيد بدور الطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة. خلال جولة بعدد من مصانع العاشر من رمضان، مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والسعي لتعميق التصنيع المحلي وجذب المصانع العالمية. مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة وترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات على خلفية سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. بختام العناوين نصل لختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة متواصل معكم وزميل يوسف الحسين. ازيك يا هبه، ازيك يا ليلى، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله الوضع تمام. متأزم حبتين في فلسطين طبعا، لعله خير، بس الجهد المصري يعني لازال مستمر، سواء اذا كان على المستوى الانساني او طبعا على مستوى طاولات المفاوضات. يعني يوم عن التاني بتختلف ردود الافعال والمواقف. صحيح. ويمكن تفضي القمه العربيه في اخر الاسبوع اللي قررت يا رب في قمه البحرين. نتمنى باذن الله ان احنا نقدر نوصل لامر ما يساعد في حلحله الموقف لما فيه صالح المنطقه بالكامل، وبالتاكيد صالح فلسطين بشكل خاص. اشكرك جدا يا هبه، شكرا جدا ليك يا ليلى، واستاذنكم نبدا فقراتنا. We'll be right back.